السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشه مستجدات الوضع في محافظه المهره بعد الاشتباكات التي اندلعت قرب منفذ شحم بين ابناء المحافظه والقوات السعوديه وابعاد المشهد جراء الازمه التي تعيشها المحافظه. إذن طالب أبناء محافظة المهرة الرئيس عبد ربه منصور هادي بوقف عمليات التوسع السعودي في المحافظة، وحذر البيان الصادر عن أبناء المحافظة من أي محاولة للتصعيد العسكري من قبل القوات السعودية أو السيطرة على المديريات والقرى. يأتي هذا بعد اعتراض أبناء المحافظة شاحنات تابعة للقوات السعودية كانت في طريقها إلى مديرية شحن لاستحداث مواقع عسكرية. وقال مصدر محلي اشتباكات اندلعت بين قبائل المهرة ومسلحين موالين للسعودية قرب منفذ شحن نتيجة اعتراض الشاحنات، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المسلحين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: الأبعاد والأسباب التي دفعت للاشتباكات في المحافظة، وما مستقبل المحافظة المتأزم وضعها بعد هذه الأحداث. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. سلميون نعم، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا، يقول أبناء المهرة. يأتي هذا التلويح باستخدام القوة للدفاع عن النفس بعد اعتداءات مسلحين على مواطنين من أبناء المهرة على خلفية رفضهم استحداث مواقع عسكرية تتبع القوات السعودية. كان الطريق الرابط بين مديريتي حات وشحن قد شهد اشتباكات بين أبناء المهرة ومسلحين موالين للسعودية بعد أن تم اعتراض شاحنات عسكرية سعودية كانت في طريقها إلى مديرية شحن، وأدت المواجهات إلى سقوط جرحى في صفوف ما أسمته قيادات في المهرة بميليشيات مغرر بها من السعودية والإمارات. واتهمت تلك القيادات تورط محافظ المهرة راجح باكريت في دعم استخدام تلك العناصر كأداة لقتل مواطني المهرة، وأكدوا في بيان لهم بأن باكريت نقض اتفاقية سابقة قضت بخروج الحاويات السعودية إلى شرارة. بيان قبائل المهرة طالب بشكل صريح الرئيس هادي بعدم السماح للسعودية بالتوسع في المحافظة وطرد ميليشياتها وإقالة المحافظ لدوره في دعم مشروع تخريبي لصالح الرياض التي تستغل كما يقول بيان القبائل حالة سلمية المهرة المطالبة بحقوق طبيعية تتعلق بالسيادة وحماية الأرض والوطن. الجديد في التوترات الحادثة هو تلميح قبائل المهرة بقيادة كفاح مسلح ضد التدخلات السعودية، ووفق بيانهم فإنهم قد يضطرون لممارسة حقهم بالدفاع عن أنفسهم إذا ما استمرت حالة الاعتداء على حقوق المهرة ومصالحها. وفيما هو مؤكد فإن مستقبل المهرة قابل للانفجار في ظل إصرار الرياض على تنفيذ سياساتها التوسعية داخل المهرة، خصوصا مع تأكيد أبناء المهرة أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي هذه المرة. نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من المهرة الإعلامي علي بن مبارك بن محمد. مرحبا بك سيد علي. مرحبا، أهلا بك سيد علي. يعني اندلعت اليوم اشتباكات كما تأتي الأخبار الواردة من محافظة المهرة بين يعني مواطنين من محافظة المهرة ومسلحين يتبعون القوات السعودية، يعني ما الذي حدث بالضبط؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هو من المؤسف أن يحصل ما يحصل الآن في محافظة المهرة من أحداث، والوضع اللي يعني هو شبه احتقان كبير قابل للانفجار في أي لحظة. هذا ما كنا ما نتمناه أبدا، وأن يحصل ما يحصل الآن في المحافظة. في الحقيقة ما حصل يوم أمس في مديرية شحن هو أن هناك قوات تبع القوات السعودية استفزت المواطنين الموجودين هناك على جرى ما حصل من القواطر أو الشاحنات اللي هي محملة بحاويات لا يعرفون إلى ما فيها وإلى أين هي ذاهبة. اعترضها أبناء المحافظة من أجل التعرف على مصدرها وعلى ما فيها، فقامت القوات السعودية باستخدام عناصر مسلحة وتمت المواجهة ما بينه وبين قبائل المهرة، لكن الحمد لله
أنه لم يحصل أي قتلى في هذه الحادثة، وهذا ما يعني هناك من احتوى الموقف أم أن الاشتباكات توقفت يعني بقرار الطرفين؟ لا، ربما أن هناك من احتوى الموقف من رجال القبائل ومن أبناء المهرة الشرفاء الذين لا يريدون أن يكون هناك أن تسيل أي قطرة دم من أبناء المهرة سواء أو من أي. طيب سيد علي، بالنسبة لهذه القوات التي يعني اشتبكت مع المواطنين، هل هي يعني قوات سعودية أم أنه هناك يعني مواطنين يعملون لصالح السعودية و يعني يتبنون مشروعها في المحافظة؟ لا، هي قوات يمنية وليست مهرة، لا يوجد فيهم أي واحد من أبناء المهرة، من أبناء المهرة في نسيجهم الاجتماعي والثقافي لا يمكن لهم أن يتواجهوا أبدا، ولكن هناك قوات يمنية استخدموها القوات السعودية أول ما دخلت للمحافظة، وحتى الآن لابد لا زالت تستخدم قوات يمنية من المحافظة. يعني الاشتباك ليس مع جنود سعوديين بالتحديد، وإنما مع جنود يمنيين يتبعون القوات السعودية. ربما يكون معهم جنود سعوديين، ليس عندنا تفاصيل بالضبط هل هناك قوى جنود سعودي ضباط سعوديين أو جنود في هذه القوى الموجودة، ولكن هم قوات يمنية تتآمر بأوامر سعودية من المطار، ونحن ندعوهم، ندعو جميع اليمنيين والناس في محافظة المهرة مع كل الوحدات أن يكون لديهم حس وطني وأن لا ينجروا وراء هذه الدعوات إلى محاربة أبناء المهرة، لأنه في الأول والأخير نحن أبناء اليمن جميعا، نحن ما أمام مشروع توسعي شامل في الجمهورية اليمنية كامل من قبل قوات التحالف، وكنا على أمل أن تكون القوات التحالف رديف للجيش اليمني ولبناء مؤسسة دولة يعني مؤسسة على كل الجوانب، المؤسسة العسكرية والمدنية، ولكن للأسف حصلت متغيرات كثيرة خاصة من إعلان عاصفة الحزم لليوم. بالنسبة لنا وللأخوة السعوديين، لا يوجد بيننا عداء مع الأخوة السعوديين، ربما هناك أمور هم الآن يستنتجوها هنا في محافظة المهرة وفي اليمن عموما، لابد أن يحكموا العقل وأن يعني أن يكون لديهم حس أن أبناء المهرة وأن كل الجميع اليمنيين هم جزء من الأمة العربية والإسلامية، وأن يراعوا حقوقهم وأن ينصفوا لهم ما لهم من حقوق في أراضيهم، وأن لا يستخدموا هذه العنجهية وهذه الأساليب الاستفزازية التي لا يحمد عقباها لا للجانب السعودي ولا للجانب المهري، فإنه إذا انفجر الوضع فهو ليس في صالح الجميع. طيب إذا سأكمل معك سيد علي، وإنما دعنا نشرك معنا المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع، سينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر، يعني لعلك تتابع ما يحدث في محافظة المهرة منذ أشهر ماضية، وحتى وصل الحال اليوم إلى أن هناك اشتباكات بين المواطنين وبين قوات يمنية تتبع القوات السعودية، تم الاشتباك بالقرب من منفذ الشحن، كيف يعني تتابع الوضع في المهرة؟ الوضع في المهرة هو إحدى انعكاسات حالة الفوضى التي تسود اليمن، وغياب الأفق والرؤية من الجميع وتحديدا من قبل دول التحالف. فنعرف أنه اليمن في وضع غير محدد الملامح، بمعنى أنه ليس دولة كاملة السيادة، في نفس الوقت ليس دولة احتلال. بمعنى آخر المشاكل التي تحدث في المهرة أعراضها أو أسبابها كثيرة ومتداخلة، وأصبحت حالة من الصراع الإقليمي المحلي. هناك صراع نستطيع نقول سعودي عماني قطري إيراني إماراتي يدور في المهرة، وهي تلخص أو نموذج للصراع يتم في مناطق أخرى من اليمن، ولكن هذا كله نتيجة حالة الرخاوة للدولة اليمنية التي الآن أصبحت لا تحكم من قبل سلطة شرعية حقيقية. السلطة الشرعية لم تمتلك من الأمر إلا الدعم الخارجي وتحديدا الدعم السعودي، بمعنى أن الرئيس الذي يسمى شرعي لم يعد يمتلك من القوة إلا الدعم السعودي فقط، ومن ثم ليس لديه وجود على الأرض، ليس للمؤسسات التي تتبع له وجود على الأرض،
هذا الأمر أدى إلى هذه التدخلات، ونعرف أن هناك أكثر من قوة مسلحة كل طرف يحاول أن ينشئها في هذه المنطقة من اليمن، مثلها مثل مناطق أخرى. بمعنى آخر، لو كان هناك سلطة شرعية حقيقية لا استفردت هي بمسؤولية الأمن وبمسؤولية إنشاء أي قوات، إن كان هناك حاجة لهذه القوة أو تلك بأن تتواجد في هذه المنطقة. لكن في هذه الحالة الفوضوية ليس هناك من وضوح حتى للمقاصد، للأهداف، للأطراف المتصارعة. أنا بالنسبة لي كمحلل سياسي لا أستطيع، لم أعد أفهم ماذا يدور في المهرة، من هي الأطراف التي تتصارع، من هي الأطراف التي تقف خلفها، ما هي المرامي والأهداف لإنشاء هذه القوة أو تلك. هذه الأمور كلها غير واضحة، خاصة وأن الكثير من الأمور تحدث هناك دون إعلانات رسمية. بالضبط. لكن يا سيد عبد الناصر، يعني هناك يعني تفسيرين أو تفسيران يطرحها الكثير من الناس في مسألة ما يحدث في محافظة المهرة. البعض يقول أن هذا يأتي ضمن مهام التحالف في تأمين الحدود اليمنية المشتركة مع عمان، وأيضا يعني السواحل اليمنية المطلة على بحر العرب. و هناك من ينظر أيضا أو يفسر الأمر بأن ما تقوم به القوات السعودية هناك هو عملية توسع ولها بعد اقتصادي في مسألة الأنبوب التي تريد إيصاله إلى يعني السواحل المطلة على بحر العرب. أولا يعني لنكون واضحين ونحدد هذه القضية، تحديدا قضية الأنبوب. السعودية لم تتدخل في اليمن كما يقال بسبب مصالح اقتصادية، هذه أمور ثانوية بالنسبة للسعودية. والأنبوب ليس هناك من وجود حقيقي لقضية الأنبوب، هناك أفكار لكن ليس هناك حاجة ملحة للسعودية بأن تنشئ هذا الأنبوب. لا يمكن أن تنشئ أنبوب في منطقة ملتهبة وليس تحت سيطرتها ولا وجود لدولة توقع معها اتفاقية هذا الأمر. وبالتالي هذا الأمر ليس إلا دعاية، ليس لها أي أساس من الصحة. أنا هنا لا أدافع عن السعودية ولكن أدافع عن الحقيقة. الأمر الآخر، هناك ادعاءات بأن سواحل المهرة ومناطقها الحدودها البرية هي مناطق تهريب للأسلحة وغيرها والممنوعات، وهذا الأمر قد يكون صحيح بحكم أن هذه المنطقة في هذه الظروف وفي السابق أيضا كانت رخوة إلى حد كبير، بمعنى أنه لم يكن هناك من قوات بحرية كافية للسيطرة على الشواطئ. ونعرف أن سواحل المهرة هي من أوسع سواحل اليمن، وبالتالي استخدمت في السابق وأعتقد أنها تستخدم في الوقت الحالي لأغراض التهريب. فهناك مبرر من الناحية هذه لأن تنشأ قوات لأن تضبط الحدود، ولكن المشكلة هي ما هي الأدوات. الأدوات الطبيعية والمنطقية هي أن تقوى السلطة المحلية التابعة للشرعية، بالضبط، لا أن تنشأ ميليشيات خارج سيطرة الدولة. أن تقوى خفر السواحل والقوى البحرية اليمنية، أن يكون هناك وجود لسلطة يمنية ترفع العلم اليمني لا تنازعها أحد. في هذه الحالة لا يستطيع أي طرف أن يزايد أو أن يعترض على وجود سلطة ترفع العلم اليمني ويمنية 100% تتبع وزارة الدفاع أو تتبع وزارة الداخلية إن كانت خبر سواحل. هذا الأمر هو المشكلة الأصلية. هذه هو المشكلة، أنه يتم تجاوز كل هذا، يتم البحث عن قوى محلية وعن ما يشبه بين قوسين نقول عملاء أو موظفين محليين يتبعوا هذه الدولة أو تلك، ويتم إنشاء من خلالهم قوات. هذا الأمر يفتح الباب إلى أطراف أخرى تقوم بعمل مشابه، وهنا تغيب الأهداف الحقيقية وتدخل التأويلات التي في الغالب تكون غير صحيحة. هذه هي المشكلة الأصلية. ابقى معي سيد عبد الناصر، سأعود لأكمل معك وأذهب لضيفي الإعلامي علي مبارك بن محمد من محافظة المهرة. يعني سيد علي، لو تطلعنا أو تحدثنا عن أسباب الاشتباكات الأخيرة التي حدثت في القرب من منفذ شحن. زي ما أسلفت لك أخي، اللي حصل أنه هناك
قوات أو هناك شاحنات محملة ببعض المواد في طريقها إلى المنفذ، اعترضها أبناء القبائل المهرة لأنهم ما يعرفوا ما يوجد داخلها ومن أين أتت ولماذا في هذا الوقت بالتحديد هذه الشاحنات أو هذه الحاويات تمر إلين. لكن هذا من اختصاص الجهات الأمنية سيد علي. لا، لأنه المشكلة الآن الجهة الأمنية غائبة في المحافظة، لا توجد جهة أمنية غير قوات التحالف وهي الأمر الناهي في المحافظة، بما أن هناك دعوة منهم أو بأنهم بما أن هناك منع من أبناء القبائل المهرة أي استحداثات عسكرية، وقد اتفقوا جميع أبناء القبائل على منع الاستحداثات العسكرية خاصة بعد حادث الأنفاق والتي ذهب ضحيتها اثنين، ولم يتم إلى الآن التحقيق أو معرفة القاتل في سيد علي لتكون الصورة أوضح، الاستحداثات العسكرية لجنود سعوديين أم لجنود يمنيين يعني تحت إشراف التحالف؟ في البداية أي استحداث عسكري تستحدثها القوات السعودية بمدرعاتها العسكرية وأعتادها العسكري، ومن ثم في بعض الأماكن وفي بعض المواقع في هناك جنود وضباط سعوديين، في بعض الأماكن ضباط يمنيين ولكنهم تحت تصرف الضباط السعوديين من المعسكر القريب منهم. نعم، طيب يقول البعض يا سيد علي، يقول البعض لماذا يعني أبناء المهرة يستنفرون بهذا الشكل بينما يعني العمل القائم في المحافظة هو يعني تحت إشراف الحكومة والشرعية بحد ذاتها، وبنفس الوقت هو مسألة لتأمين الحدود المشتركة وأيضا السواحل المطلة على بحر العرب في ظل ما تشهده البلد من يعني أزمة وتدخلات خارجية. يا أخي، منذ قدوم القوات السعودية إلى محافظة المهرة فهم ما عملوا على بناء المؤسسة الأمنية أو المؤسسة العسكرية أو حتى المؤسسة المدنية بناء صحيح، هم يحاولوا الآن بناء معسكرات وعتاد عسكري لأهداف غير معلنة. فأبناء المهرة متخوفين وعندهم هلع وعندهم فكر، عندهم على أساس أن هذه القوات ما لا يعرفون ما هي أهدافها، ربما من أجل خنق أبناء المحافظة، من أجل التضييق عليهم، من أجل مصادرة حقوقهم. فهم الآن يعني أنتم من أبرز مطالبكم هو دعم الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لي يعني تقوم هي بتأمين الوضع بالمحافظة ويعني السيطرة على المنافذ والسواحل. هذا ما تم إعلانه من بداية الاعتصام، ولازلنا نؤكد هذا الكلام على القوات السعودية أن تدعم الأجهزة المحلية العسكرية والأمنية، أن تقوم على دعم لوجستي للمحافظة، أن تقوم زي ما يقولون ببرنامج تنمية والإعمار للمحافظة، هذا لا إشكال فيه وليس لدينا خلاف معهم ولا مع الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ولكن هناك تواطي من الحكومة الشرعية ومن الرئاسة اليمنية وأدى إلى هذا الاحتقان، ربما بكلمة أو بإجراء بسيط من الرئاسة اليمنية أو من الحكومة أن يتم استحواذ على هذا الوضع كامل، وأن يكون هناك تفاهمات وأن يكون هناك جلسة حوار. أنتم كما تعرفون ويعرف الجميع أن هناك اتفاق تم ما بين المعتصمين وقوات التحالف الممثلة بالأقوى الأشقاء السعوديين، وتم الاتفاق عليها في غضون أقل من 24 ساعة. هذا الأمر أدى إلى هذا الاحتقان، أدى إلى هذه الأمور التي الآن المواطن أصبح لا يثق بهذه الأمور، لا يثق بهذه المواعيد، يتخوف من أي بالإضافة إلى أن هناك قوات أخرى تتم استحداثها في المحافظة وتجنيد عشوائي وأمور لا يحمد عقباها. فأبناء المهرة الآن يدعون جميع العقاب داخل المحافظة، يدعون الرئاسة اليمنية الأقوى في الأشقاء السعوديين أن يحاولوا على احتواء الموقف وأن يكون لهم موقف غير هذا الموقف وغير هذا الصمت المطبق من الرئاسة اليمنية. طيب سيد علي، سأعود إليك ولكن دعني الذهاب للسيد عبد الناصر المودع. يعني بهذا الوضع سيد عبد الناصر، هل يمكن القول أن الوضع يعني أصبح ينذر بصراع إقليمي آخر في الملف اليمني؟ بالطبع، يعني هذا الوضع في المهرة وفي غيرها من مناطق اليمن هو بيشير إلى أنه هناك خلل رئيسي فيما يحدث في اليمن منذ 4 سنوات. الخلل الرئيسي هو التدخل الخارجي، التدخل ما سمي بدول التحالف. هذا التدخل إلى حد كبير حمل شرعية
لا اقصد هنا شرعيه فقط، شرعيه فانه طلب من الرئيس من 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 كان يحمل صفه رئيس الجمهوريه، ولكن هناك راي عام اكاد اجزم حينها انه كان الغالبيه من الشعب اليمني ربما كانوا موافقين على هذا التدخل، ولكن التدخل لم ياخذ الشكل السليم، لم ياخذ تدخل بمعنى انه يعيد شرعيه ويستعيد دولة، وإعادة الدولة واستعادة الدولة لم كان يتطلب أن يتم دعم سلطات رسمية باسم الجمهورية اليمنية، ومن خلالها يتم تقوية هذه المؤسسات وإنشاء أي قوة تنشأ في أي منطقة أو أي جهاز إداري يتم وفقا للدستور والقانون اليمني. وهذا الأمر كان سيقطع الطريق أولا على مثل هذه المشاكل. الأمر الآخر كان بالإمكان من حينها أن تكون حسمت الأمور وتم احتواء الحركة الحوثية عسكريا وسياسيا وبكل سهولة، ولكن كون الأمور مشت بهذا الشكل الفوضوي فهذه أحد النتائج التي ستتداعى بشكل أكبر من ما هو حاصل الآن. إذا كانت المهرة المنطقة القليلة السكان، المنطقة التي كان يعتقد بأنها من أسهل مناطق اليمن، لم يتم السيطرة عليها بسهولة، فكيف هي المناطق الأكثر صعوبة من اليمن كثيفة السكان في الداخل اليمني؟ هذه رسالة، ما يحدث في المهرة هي رسالة لجميع الدول، لجميع للسعودية تحديدا، للإمارات، لعمان، لجميع الدول الذي يهمها شأن اليمن، بأن يمن غير مستقر، يمن دون حكومة مركزية قوية، هو يمن سيبتلع الجميع، هو يمن سيكون عبارة عن ثقب أسود يستهلك موارد هذه الدول ويستهلك طاقاتها ويجعلها في حالة عدا وحروب. اليمن الواحد، اليمن القوي هو مصلحة لجميع دول المنطقة. كل من يتوهم بأنه سيستطيع أن يأخذ من تركة ما يعتبرونه الآن تركة الرجل المريض بأنه سيأخذ له حصة هو واهم. اليمن هي أكبر من هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم سيبتلعونها. اليمن 30 مليون نسمة يتضاعفون كل 25 سنة، بمعنى بعد 25 سنة سيكونوا 60 مليون. هؤلاء هم أضعاف مضاعفة لجميع سكان دول الخليج، وبالتالي هذه المنطقة الصعبة التي عصت على الإمبراطوريات لن تكون ليست سهلة كما يتصوروا، لا جزرها ولا بحرها ولا برها. لهذا السبب هذه الدول إن لم تدرك أهمية أن تؤسس سلطة أو تساهم تساعد اليمنيين في تأسيس سلطة شرعية، ليس سلطة هادي، لأنه هادي هو المشكلة الأصلية، هو هذا الذي فتح الباب على مصراعيه للجميع داخليا ورطنا بالحركة الحوثية عندما دخلهم إلى صنعاء، خارجيا عندما سمح لدول التحالف تتصرف متجاوزة كل سلطاته. هذا هو المشكلة الأصلية، وهذا هو الهدف الذي يجب علينا الآن أن نتخلص منه، هو أن نزيح هذا الشخص الذي كان سبب هذه الكوارث، أن يكون لنا عنوان حقيقي بشرعية حقيقية، توجد سلطة، توجد نواة سلطة. حاليا لا وجود لنواة سلطة شرعية، ولهذا الآخرون يتدخلون بكل راحة دون أن يشعروا بأن هناك من سيقف في وجوههم، دون أن يشعروا بأن هناك من يسأر لكرامته أو لكرامة شعبه. إذا كان رئيس دولة لا يحمل لا كرامة لنفسه ولا كرامة لشعبه، لن يكون هناك أي طرف لديه الرغبة بأن يحترمك أو يحترم شعبك. هذه هي المشكلة الأصلية. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الناصر المودع، محلل سياسي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. وأعود لضيفي الإعلامي علي مبارك بن محمد من محافظة المهرة. يعني بتساؤل أخير سيد علي، إلى أين ستمضي الأمور في محافظة المهرة في ظل الواقع القائم؟ نحن نتمنى ونرجو من الله ثم من العقال من أبناء المحافظة ومن الأخوة الأشقاء السعوديين من الرياسة اليمنية أن لا تذهب الأمور إلى أسوأ من هذا، أن يكون لكل أمر نهاية وأن يكون لكل حدث ما يتوقع منه.
فالأمور الآن أصبحت أمور محتكنة للغاية، ونحن نتوقع ونأمل من الجميع أن يضبط النفس وأن يكون لهم يرجعوا إلى المرجعيات وإلى الاتفاقيات السابقة، وأن يحس أبناء المهرة وعلى أبناء المهرة جميعا في جميع أقطار محافظة المهرة أن يكونوا يد واحدة، وهذا ما نتأمله من الجميع، سواء إذا زادت الأمر سوءا أو تحملت الأمور إلى منعطف أكثر، فأبناء المهرة بطبيعة الحال نتوقع منهم كل خير وأن يكونوا صفا واحدا. ولكن هناك أمر مهم لابد الانتباه إليه والتركيز منه والتركيز عليه، وهو أن القوات الخارجية مهما كان ومهما بلغت فلا بد أنها في الأخير أنها يرجع الأمر إلى صاحب الأرض وصاحب الدار وصاحب القرار، أن يكون القرار قرارا. فالقوات السعودية الآن الموجودة الآن على الأرض نحن نتأمل منها أن يكونوا إلى حد ما واعيين، ولا يتطور الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك. فنحن لا نتمنى أن تقدر أي قطرة دم سعودي على أرض المهرة أو يمني أو من أبناء المهرة، فإن شاء الله تكون الأمور تمشي بالاتجاه الصحيح وأن لا تنزلق إلى منزلقات أشكرك أخرى، وأن يكون الأمور أشكرك سيد علي مبارك بن محمد، كنت معنا من محافظة المهرة، شكرا جزيلا لك. وبهذا القادم مشاهدينا نكتفي، ولكن ننوه هنا أنه كان يفترض أن يكون معنا من الجانب السعودي للحديث حول هذه القضية سلمان عسكر مدير مركز المعلومات وصحيفة الوطن، ولكنه تم الاتفاق معه سابقا ووقت الحلقة رفض الرد على الهاتف، وهذا يعني فقط للتوضيح. وفي الختام أشكر أيضا ضيفي السيد عبد الناصر المودع، وتقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني، حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.